ضحايا رحمهم. رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يجري اللقاء الإعلامي الدوري مع ممثل الصحافة الوطنية، وحسب بيان رئاسة الجمهورية فإن اللقاء سيبث على القنوات التلفزيونية والإذاعية أمسية اليوم السبت، حيث سيتطرق فيه الرئيس تبون إلى عدد من الملفات والقضايا ذات الشأن الوطني الإقليمي والدولي، على غرار كل من ملف السكن، حرائق الغابات، قضية دولة النيجر، وزيارته المرتقبة إلى فرنسا. في العالم العربي لما ننتهي المحطات يوصل إلى 1,400,000,000 متر مكعب يوميا. سكن ما يقدرش يتوقف. السكة الحديدية أنا التزمت بها، اتصلنا بأصدقائنا الصينيين باش ندخل في برنامج طموح أكبر من هذا، حل المشاكل بالتي هي أحسن. فيه انقلاب، احنا قلنا رانا مع الشرعية الدستورية ولازم يرجعوا للشرعية الدستورية، بغاونا نساعدوهم فيها ألف مرحبا. لحد الآن احنا ننتظر في البرنامج تاع الزيارة من طرف الرئاسة الفرنسية، ما زالت قائمة، الجزائر زادت، وأين كنا وأين أصبحنا.